يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور ولي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام رمضان على الحياة فام بنا أخرى أكيد رمضان على الحياة فام بنا أخرى وجو آخر إن شاء الله يا ربي هكا تقوموا بالصحة وتفطروا بالصحة كما العادة نجيوكم كما كل يوم الاثنين حتى الجمعة في بنة رمضان هذه بنة رمضان تدخل لدياركم إن شاء الله بالفرحة إن شاء الله بالبهجة إن شاء الله بالبركة زيدة وبالفقرات الحلوة الكل إن شاء الله بديتوا تعودتوا بينا وتتعودوا بأيام رمضان المعظم غير اليوم احنا سبعة اليوم في رمضان سبعة في الشهر وسبعة في رمضان سي بون سته في رمضان فوالا سته في رمضان بخيس قعدنا باش نغلقوا الجمعه الحمد لله يعني تعديت خفيفه نظيفه ان شاء الله هكا الناس الكل تتعدى عليهم خفيفه يا ربي واسيام بالصحه الوغ كيما قلنا بنت رمضان تجيكم بالتشنشينه بالحكايات بالفقرات بالغوسيت اكيد وخاصه شكر كبير لتوكال اللي ديما متصدره بحضينا وبما ان احنا اذا صحه ما نحبوا كان على صحتكم وما نحبوا كان ندخلوا لكم الحاجه صحيه والحاجه البنينه لدياركم هذاك علاش اخترنا انه ما طيب وكان بطماطم توكال البيروكي بما انه ما فيهاش مواد حافظه الطماطم مختاره بالكعبه واختها اكيد من اجود الطاقات والايادي التونسيه اللي خدمت عليها ما نحكيوش زيد على الهروس السنة شنو اللي عامل البوز هروس توكال تلمون انت تحط الحكة وتشم ريحتك البهارات والثوم والحاجات الفرشكة الكل احنا سيدي نودوكم بها لو وقت تمشوا للسوبر مارشي اول حاجة تتفكروا انه تاخذوا هروس توكال هريسة توكال بيان سور منارة جربة وتاخذوا طماطم البيروكي هكا باش تزينوا طاولتكم وتودوا العزيز عليكم بماكلة بنينة وصحية او ميم تون سينو زيد المعجون حاضر يبدا على كل يا كريم على كل لون يا كريمه ديما صحي ناقص السكر فيه الغله اللي تفيدكم هذه كله مع توكال اللي ان شاء الله تيلت شهر رمضان باش ترافقنا ودائما اكيد باللي غسيت الصحيه والبنينه سينو تحيه زيده للكيب اللي منورة أنا بخصونالمان فرحة برشة 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 لأمنة بوخيت رجعت لنا للستوديو تحية كبيرة لأمنة بوخيت في الإخراج التقني نورتنا ومعانا اليوم في الإخراج سينا تحية زدة كبيرة للشكر زميلنا سهيل السلمي في الديجيتال معكم نور بيجي من قدام الميكرو ان شاء الله هكا نهلوا عليكم في ديالكم كما العاده ما نجيش واحد ان شاء الله ديما هكا مانيش واحد تحيه كبيره لحمزه بشيخ اللي على ايسار مرحبا بيك عسلامتكم ناس الكل عسلامه مرحبا نور غرفها عشويه نار كما يقولوا نار يا حبيبي نار كما قلنا هروس سكال ديما متبعنا ولك الطمطومه العزيزه الغاليه تبنن وعنا برشا مفاجآت العشية تكتشفوه مكة مع نور هكا برشا حاجات مزيانة يعطينا نور يعطينا حب نرحب ترحيب سبيسيال بالشيف العزيز والشيف اللي محضر لنا لغوسيت يعملوا 66 كيف شيف أمين الرماح مرحبا بيك يا سيدي وبيك نور مرحبا عسما نور عسما حمزة ميرسي توت ليكيب حياة فاي ميرسي على الضيافة هذه المزيانة باش نشعلوها شويه بالهروس والطماطم نتاع توكال ومن بعد باش نبردوها بشويه مع الزونه نتاع نفس الماركه لا توكال مانيش خارجي مرحبا بيكم ونواسيكم شكل كرني وستيلو خليكم بحذانا باش نعملوا برشا حاجات بنين وان شاء الله باذن الله من هنا لاخر رمضان تعملوا كارني ان بون كارني دادريس تري بيان هذه ما لا شك فيه معك انت شيف امين نورتنا برشا شيف امين اكيد باش يرافقنا دائما في البرنامج نتاعنا الوغ زاد نحب نرحب بالكرونيكور الجديد معانا اللي احنا الحياه افهم نستقبل التوانسه وغير التوانسه الوغ صلاح
صلاح غنام صلاح المصري باش يكون دائما معنا. مرحبا بيك صلاح. اهلا يا نور، مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل اصدقائي وزمايلي اللي موجودين في الاستوديو، وبقول لكم رمضان كريم وان شاء الله ربنا يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، ونحاول بالتونسي كده نعمل برشا جو كده، برشا جو كده بالضبط. نعمل حاجه حلوه وان شاء الله نقدر نقدم لكم فقره مميزه ونقدر باذن الله يعني يكون البرنامج بتاعنا مميز، وان شاء الله يعني في النهايه كمان رمضان كريم وكل سنه طيبين. يعني شك صلاح مرحبا بيك، باش تكون كما قلنا فقرات منوعه جدا باش نكتشفوا هكا خفيه مصر والامثال الشعبيه والحكايات هذه كل معك انت صلاح. ان شاء الله بالضبط كما العاده باش نلقاو بعض شويه زاده التشنشينه نتاعنا باش تكون حاضره على الباج اوفيسيال نتاعنا. سينو هذه هي لمتنا، ما نحبش هكا نزيد نطول عليكم على خاطر فما مزيد برشا مفاجآت تستنى فيكم. أكل البندير سخون شيعان، حاضر البنزير، سخنوا البنادر، سخنوا البنادر وجونا الكانون والدنيا تحضر لسيدي سيدي هذي هو جونا على الحياة فيما حبيب الناس كل معضلة الموجة علينا هاكا سيبو حتى اللي تخلي الكوجينة هاكا بش نحفلوكم الأجواء في الكوجينة. يلا أخويا علي لي فكر رجيون، هذه هي بنت رمضان 24 دقيقة بعد مدي ثلاثة، هذه هي بنت رمضان مكملة معاكم حتى الخمسة متاع العشية. بنت رمضان، بنت رمضان، بنت رمضان. يلا احنا مازلنا مكملين معاكم ودائما حفيلي هكا جونا اكيد لوقيت هذا اللي نستناو فيه الناس الكل ووقيت التشنشينا. تشنشينا وقيت التشنشينا تشنشينا. اي سيدي خلنا نركزوا فيها مليح تشنشينتنا لليوم كيما العاده من قاع الخابيه واكل ورقه والستيلو ولا بعد شويه في القهوه ديجا مكتوبه على الباج اوفيسيال نتاعنا امين ديجا هابت البوبليكاسيون وتلقاوها. تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم، تخليوا الاجابه نتاعكم صحيحه. اكيد راهو غدوه ان شاء الله باش يصير فما تيراج او سور وعندكم ان شاء الله كادو من اهداء الفريقي جي اس ام. الو التشنشينه نتاعنا لليوم تقول علي اسمه بالكيف والكيف بلا جنحين، لا خلقه ربي لا صنعته دين. كيكا مع حمزة لا خلقه ربي، لا قلنا ما قلنا باش نفسروا معناها باش نسهلوا على المستمعين نقولوا له مخليقة ولا صنيعة. توا هنا قلنا لكم ديريكتومون لا خلقه ربي لا صنعته دين، يعني لا خليقة لا صنيعة. لا خليقة لا صنيعة اش باش تطلع هذا؟ نزيد نسهل شوية، سهل شوية خاطر بحق انا ضعت. هذا فعل، فعل به فعل، فعل يعملوا المخلوق معناها. ايوه طبختي طبختي طيب ولا حاجه؟ ما فهميش هذيك المشكله مع بلي خلينا نعاودوا نقولوها. علي اسمه بالكيف والكيف بلا جنحين، لا خلقه ربي لا صنعته يدين. لا صنعته يدين، هذه التشنشينه نتاعنا. عندكم تشنشينات كيما هكا صلاح في مصر؟ فوزي بس افهم دي الاول وبعدين بقول انا ايه اللي عندنا. بالحق والله قلت الحق، اي اكل حزوره، فزوره 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 صحيت. تعرف تقرب لي المعنى بتاعها شويه؟ انا قلت لك يعني اسمه بالكيف، اسمه بالكيف، اسمه في حرف الكاف بدايه اسمه. وهو فعل يفعله البشر معناه ديما يقوم به، معناه حاجه ديما في طبيعته في هكا وعاد اكثر من هكا. تمام قول. هو توا ساعه وسهل لما حال انا تصدقوني يا جماعه نقول لكم ما عنديش الاجابه، والله انا عندي الاجابه. انا فيدي باش نبدا نطلع كيفكم الكل على البوبليكاسيون هذه تلقاها على الباج اوفيسيال نتاعنا، تخليوا لي كومونتير نتاعكم وين تخليوا الاجابات اسبيرون هكا يكونوا معقولين. وساعات ساعات الجماعه هكا كي يلقاو اجابه لوجيك جماعه كل تبدا تتبع في بعض ترجع لي كومونتير حد هكا يقول لك اجابه يعني تشبه للواقع. لا صارت مره، صارت مره يا نور كل واحد تبع حصلوا برشا تبع واحد طلعوا كل غلطين، طلعوا كل غلطين والله صارت برشا مرات. مفلقنة امتحانات ولا ايه؟ غدوه يكرموا المرء او يا او وين بالضبط. هذه هي الوغ كان عندكم محاوله هو يعني الفايده في المحاوله وجاو تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم على الباج الحياه فهم تحت بوبليكاسيون التشنشينه نتاعنا لليوم. تشنشينه وقيت التشنشينه تشنشينه. هذه تشنشينتنا
لليوم. وكما يقول صلاح الحزوره معناها فزوره مش حزوره فزوره ما يقول حزر فزر اي صحيح ما يقول هو حزر فزر هم باهي الفوازير في حاجه عندنا اسمها فوازير فزوره الفوازير دي اللي كانت بتيجي بطابع كوميدي في رمضان تمام زي حاجه مثلا سكتش غنائي او اي حاجه كوميديه بيقول فزوره ولكن الفزوره بقى اللي هي بين الناس وبعضها اللي هو زي اللي انتوا قلتوا ايه تشنشينا تشنشينا بالذي بجابوني يا بيه تشنشينا نروح نحلها في الصين دي بقى ولا ايه عندك شي هكا فزوره عطاي كتير عندك شي حاجه هكا حنجربوا حتى نختبر الجماعه هكا هوني اللي عندنا في الاستوديو اللهم صل على النبي يدري 20 رقبه هوني طب حاجه رجلها على الارض وراسها اعلى من النجوم رجلها على الارض وراسها اعلى من دجاجه الزرافه لا والله لا والله بتهزري رجلها على الارض وراسها اعلى من النجوم النعام اه وايه تاني حيوان حسيت انا حاجه هكا يا بنت احنا سيف كلنا من جنينه الحيوانات والادغال اللي انت عايشه فيها دي بنتكلم في حاجه ثانيه المفيد مش حيوان لا لا قرب لي هكا الشمس 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 قرب لك اكتر من كده رجليها على الارض وراسها اعلى من النجوم قالت شمس انت الشمس اه ده رجلها حلوه دي في بنشوف بنشوف رجلها فين الشمس طب هكا تو يا جماعه على فمش من عم طب اديك اديلك مهله 3 سنين طيب ولا حاجه عليه لحد صعيبه امنا عندك ايش قال مين برافو شاطر الضابط الضابط بوليس الشرطه ده بقى السهل الممتنع بقى تحية لرجال الأمن يا أخويا الكل اللي إن شاء الله ديما هكا روسهم مرفوعة والله لم تطلعها والله تعطيني أنت وديتني النعامة والزرافة حرام عليك والله بالحق ما الحقيقة شفت رمضان وصايم يا أخويا رمضان عقب نهار عقب نهار صحيح تأثير الصيام ده تأثير الصيام أنا ولقيت هذه احنا نتلموا تعرفش معناها هكا النوبة ولا تخميرة صلاحة لا والله تونسي هذه احنا عنا وقت اللي نتخمروا ولا معناها ندخلوا في الجو نتاع الروحانية كما عندكم انتم في حي السيدة زينب وفي حي الحسين والسيدة زينب والعتبة من الأماكن اللي فيها جو روحاني جو روحاني وفيها كل الذكر والابتهالات ولا الجو الصوفي الأناشيد والحاجات دي وتلاقي الراجل ماسك السبحة طولها 10 متر دي وما شاء الله عامل أحلى جو بيها بالضبط احنا عندنا حمزة بالشيخي كل يوم هكا يعمل لنا جو مزيكا تونسية ويدخلنا في مود حلو برشا برشا اليوم نور شو تدخلوا في مود حلو برشا يحبوه القراوة بالأخص وعامة توانسة معنا يا شيخو علي برشا اللي هي نوبة للا أم الزين أم الزين الله هذه النوبة ذي روى العبيد كي يسمعوها تتغنى معنا في ديارهم ويجيبوا معنا الجروب وكل شيء ما يقعدش فيهم مخ وعقل نور يجيبوا كل بشاكر ويجيبوا كل معنا يدخلوا في النوبة بالقديس قطعك يا حمزة في جو الروحانيات ده تلاقيه في أي مكان لما بيندمج بتلاقيه فقد الوعي اساسا فقد الوعي وتلاقيه بدا يتحرك ويعمل ايماءات وحاجات غريبه كده لدرجه ان انا حصلت معايا في موقف بس مش هقول فين مش في القيروان يعني في المولد هنا والله العظيم والله لما دخل في جو روحاني لقيته بدا يعني عيني غمضت وبدا يمشي وهو نايم كده ويعمل حركات غريبه انا بقيت اشوف يمين اشوف شمال مش لاقي حد طلعت اجري يعني اجري عاوز اجيب حد يجي ينقذ الراجل ده بدا لقيته وقام كمل حياته عادي يعني مش اي حاجه جست هيك هذيك معناها بحكم فوالا تخمروا برا كما نقولوا شفامي اي سيدي نبداو نوبتنا يا سيدة حرمك منور يا سيدة قلبي مغير نبغيك تنظر لحالي يا لله رايد عليك دخيل رايد عليك دخيل يا لله يا مرايد عليك دخيل نادى على أم الزين يا أم الزين يا جمالية يا أم الزين يا جمالية واش اللي بطاك عليا واش اللي بطاك عليا خرت عليك صبرا مجمولين ورس
براسك يا بني تجمل ارفع براسك ويجاني الله 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 عالبعد اللي كواني عالبعد اللي كواني بوشامة يا سلطان بالك تنساني بالك تنساني الله 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 شنزور القبة شنزور القبة بوشامة يا سلطان يا شريف النسبة يا شريف النسبة وبالشيا ولله عجل بالشيا تعطي شحنة وروح و... وانا بفكر اساسا بعد النشاط وانا راني فرح وانا راو في خضم وفي خضم في خضم هذا الجو كله يا نور راني فرح بضيوفنا جدد العزيز الغاليين امين جدد في الاذاعه قدم في الدنيا يقدم في الدنيا ضيوفنا جدد عندي برشا طرايف راهو مع حمزه في السهريه الحزب وكل فما مره هكا مشيت نسهر في السهريه تاع باك وقت ايامات الباك هيا سيدي تخمرت فكيت بشكير و... وعملتهم الكل من اول ما بدات السهريه لاخر السهريه
فما بارتي معناها الاخراني ما يعملوا التعليله ولا التعليله الاخراني. انا نشطح خاطر راسي مغموم بالبشكير. نشطح هزيت راسي نلقى حمزه قدام يعمل لي تعليله واحد يفك وسط الدار تلموت خبر عباد الكل قاعده استناو فيك باش تعلل معناها. ليه مش استناو فيك انا مش حاط تعليله هي التعليله ما يشقصها تلموت خمر معناها تلموت قالك يا ولدي راهي تعليله خلي تعليله تعليله مش تقفلوا بها السهره اي فوالا افكتيفمون هذه عامله من عمالك انت من عمالي انا تلموت خمر في الحزب الحقيقه هذه هو جونا القريب جو بزين على الاخر مش ما تتخمرش الحقيقة وإن شاء الله هكا نكونوا حتى شاركناكم الجو الناس اللي تسمع فينا في قروين وخارج أراضي الوطن خاصة اللي متوحشين هكا الجو متاع قروين الجو متاع هذي اللي رمضان اللي يدخل لديارهم الفيوح إن شاء الله هكا نشارككم باللي أكيد نجموا نوصل لكم الذبذبات الإيجابية والأجواء الحلوة الكل قبل يعني ما نمر شكر كبير لنحاس الصدفي ليوسف الصدفي اللي ديما هكا مزين لنا استوديو الحقيقه بالنحاس المطروق بالطبقات المزيانه بالمبخره الحلوه اللي تعمل 66 كيف الحقيقه هذه لومبخانت نتاع القروان فوالا الوغ شكر كبير ليوسف الصدفي سينو احنا مازلنا متواصلين ودائما مكملين معاكم بفقراتنا بعد شويه باش نمشيو للغوسيت سي بون كاو بدينا نحضروا في الكوجينه مع الشيف امين الرمح سينو تتفيك نعمه ورجعنا بنت رمضان يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم ومرحبا بالناس كل اللي معضله موجتها علينا وتتفرج علينا فيا فيسبوك نسلموا عليكم برشا 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 هكا نشارككم الاجواء في بنت رمضان وعلى الحياه اف ام قبل ما نمشيو للغوسيت وقبل ما نحكيو على الكوجينه بحضنا سي عبد الله الحطاب باش يوافينا باخر المستجدات الرياضيه مرحبا بك عبد الله مرحبا بك نور مرحبا بالساده المستمعين اللي تابعوا فينا على الحياه اف ام بالفعل نس كل اللي تعرف اللي اليوم هو الجولة الأولى للبراج مرحلة التتويج والصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تلعبوا مقابلات من أجل الصعود وكذلك من أجل تفادي نزول الرابطة الثالثة فريق الشبيبة الرياضية القيروانية اللي يلعب مقابلته الأولى ضد النادي القربي للأسف فريق الشبيبة ينهزم أمام النادي القربي في أريانا هدفين مقابل صفر نهاية المباراة وفي نفس المجموعة الملعب التونسي كان انتصر على القوافل الرياضية بقفز هدفين مقابل هدف مش يصبح الترتيب النادي القربي والملعب التونسي في المركز الأول بثلاثة نقاط والقوافل والشبيبة صفر من النقاط كذلك المجموعة الثانية القلعة الرياضية كانت عادل مع جامعة جربة صفر مقابل صفر وأولمبيك سيدي بوزيد يضرب بقوة ويفوز على مستقبل جابس ثمانية أهداف مقابل هدف هذه المجموعة الثانية مرحلة التتويج وبالنسبة لتفادي نزول الرابطة الثالثة فمزوز مقابلات تلعبوا النجم الراتسي كان انتصر على كوكب منزل نور ثلاثة أهداف مقابل هدف والحديد الصفاقس ينهزم من مكرم المهدي ثلاثة أهداف مقابل صفر الشبيبة ما زالت عندها زوز مقابلات المقابلة الثانية نهار الأحد ماضي ساعة ونص باش تجمعوا بالملعب التونسي اللي انتصر اليوم هدفين مقابل هدف إن شاء الله حظ موافق للشبيبة ولو أنه حظوظ الشبيبة ضعفت مع الهزيمة غير منتظرة أمام النادي القربي اليوم فريانة هدفين مقابل صفر يعطيك صحة عبد الله الحطاب على هالأخبار والمستجدات الرياضية سينما احنا بنت رمضان أكيد تكون فيها كل شيء أما كمان أقيد زدنا نمشي للكوجينة في غوسيت تيكالا غوسيت تيكال شيف أمين رماح معانا باش يدللنا اليوم بدي غوسيت بنين برشا 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 ألوغ شو عندنا شيف أمين اليوم؟ ألوغ نور نبداو بالروسيت سالي عندنا اليوم أونتري هكا حاجة بنينة خفيفة هي دو باز معناها أن بلا فرونسي من الكوزين فرونسيز أما احنا باش نتونسو باش نجيبو القروين بالذات بالذات تخي بيان ألوغ عندنا كومونتري هي البيسك دو كروفيت بيسك دو كروفيت الله 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 هي دو باز معناها سوب شربة شربة أما ما غير فيكولون اللي هو معناها مسنسين بها احنا التشيش ولا الحاجات اللي نستعملوا بها معناها الشربة ما غير فيكولون بيه ألوغ
لي زانغريديون نتاعنا. ايوا خلينا نبدا نقايد ورقه وستيلو نقايدو. ايوا هاي شيف عندنا 300 غرام كروفيت. 300 غرام كروفيت او بيان نجمو ناخذو الشوفريت الصغيره اللي احنا نلقاوها سورتو عقب النهار في المرشيات وكل تبدا رخيصه عقب النهار وفيها روقو بنين سورتو كي تبدا معنا جديده نقولوا احنا خيب ما نسحقوش برشا ديجا 300 غرام ديجا ما نسحقوش اه؟ وال باش تكون الروسيت بنينه وتعطينا انغو بنين زاده نستعملوا الراس نتاع الكروفيت لي تيت خاطر الكونسنتراسيون والبنه البول كل نتاع الكروفيت راه موجود في الراس تري بيان باه نسحقوا مغرفه ونص اي كويره سوب معناها مغرفه كبيره اي مغرفه وشتر تومات كونسنتري تيكال تومات كونسنتري البابغا تيكال داكوغ نسحقوا بصله بصل انا هي البصل العاديه البصل العاديه البيضة خاطر جينيرالمون البصل الاحمر كي قال يو يعطي اكثر سكروزيتي معناها يعطي حلاوه دونك يضيع لنا شويه هكا الجو نتاع البصل اي سورتو الجو معناها نتاع حاجه شكون بيسي ولا مفوحه يطغى معناها يطغى الجو نتاعو باهي باش نقصوها البصله هذيك اون بوتي دي معناها نقصوها تروف تروف صغار تاع تقليه نقولوا احنا سورتو الانسان اللي في الكوجينه وكزمنيات ونعرف راه الانتقادات ومش يبداو فما حتى حد يطيب خير مني اكيد اكيد الماكله الزمنيه عاد والماميه الزمنيه انا واحد من الناس راني تسقط كل المبادئ ونضعف ويصير اللي يصير سبيرتو كي نمشي لدار جدتي سيي ما لا تعرف لا قريت لا عملت لا خدمت لا حتى شيء من عندهم نفس الله واحد الله يبارك الله واحد ها شو اخر في لي زانغريديون اي كعبه سفناريه كعبه سفناريه كيف كيف باش نقصها تروف تروف صغار اون بوتي دي مكعبات صغار معناها اي باش نسحقوا شويه زيت زيتونه شويه زيت وشويه زبده اه احنا التقليه نتاعنا باش تكون ديفيرونت خاطر تو في فما شويه نقص مثلا في الزيت النباتي والويل فيجيتال فما شويه نقص معناها في لي برودوي سورتو معناها انا باش نعوضوا باش نحاولوا نعوضوا اون بلوس الزبده طونكو هي ماتير فيها ماتير غراس معناها فيها تو كبير نتاع ماتير غراس باش تعطينا سافور بنين للبلام تاعنا للبلام تاعنا يعني لهنا الزبده اللي نحكيو عليها زبده زبده ماشي مارغرين ولا حاجه نجم شو الكوجينه تحب تسهلها تحب تصعبها هو المارغرين ديجا فيقه فما مارغرين دو فيتاج فما مارغرين العادي اتسيتيرا نسحقوا احنا معنا الزبده اللي نجم زبده العاديه ولا نجم مارغرين ما فماش مشكل هي راهي الزبده العاديه تعطي جو وسافور خير فهمتك والمارغرين زاده مش خايب معناها ينجم يكون عادي نستعملوه فما حتى مشكل به فحاتنا الفحات باش نسحقوا ملح ملح فلفل اكحل فلفل اكحل شويه بسبس كعب ايوا بسبس كعب به شويه شويه احنا نقولوا معناها باش نحطوا ربع مغرفه كمون ربع اما ذي في الاخر طبعا بعد نعطيوه في الديمارش نتاع البلا كيفاش باش تكون فهمتني واضح به باش نسحقوا شتر مغرفه هروس تاتيكال بالطبيعة أكيد وباش نعملوا حاجة اسمها رو هي إليمون دو ليزون في البلا الرو سير رو هذايا قد الفارينة قد الزبدة قد الفارينة هو اللي باش يعطينا التكستور الملمس إيفيكتيفمون هي ديجا البيسك أبارتيان معنا الفامين تاع الفلوتي معنا الفلوتي داكو أوكي يا لالا واضح كي نزيدو احنا الكريم فريش تولي تولي من الفامين تاع لي كريم تاع لي كريم فهمتك مش نسحقوا إترا ونص ما دافي إترا ونص ما دافي جيت تشهي فيا برشا جو برشا جو على فكرة يا نور راو أمين راو فك المقارونة وكل الدنيا هذيك وكل الجبونات راو صدقني أنا أعرف أنا نعرف أنا نعرف أنا ربي يعرف يا أصحابي مثلا حد خطفك قبل كده أنت معايا النهاردة بعد البرنامج أنا كريمشي بحذيها مين مشي بحذيها قبل وقت بسوسة أقرأ يقول له أمين راني أنا تومش أبدأ ندلل يقول لي تدلل يقول لي شيخنا تدلل يا باشا المسا بقول لك دلع كرشك دلع كرشك أنا أقول له يا شيخ الله يشيخنا ديما هكا أنا نبدأ نغني وهو يبدأ يطيب طيب ليه ظهر فنان الحقيقه شهي فينا الشيف بي وصلنا لليتر ونص نتاع الماء هذوما لي زانغريديون تحب نعاودوهم اون بريف 300 غرام كروفيت مغرفه ونص طماط كونسونتري تاع تشكال بالطبيعه بصله
كعبس في النار يا ذو مزوز باش نقصوهم مكعبات صغار صح. شويه زيت زيتونه وشويه زبده ملح فلفل اكحل بسبس كعب وشويه كمون ومش نسحقوا شطر مغرفة هروس 70 غرام رو اللي هو قلنا يكون متكون معنا فيه 70 غرام فارينه 70 غرام زبده قد الفارينه قد الزبده وديما 70 غرام نحسبوها على إيترا معناها ليكيد معناها احنا مش نمرقوا بإيترا ونص معناها دونك نعملوا لها 70 غرام رو وإيترا ونص ما دافي ليه باش نمرقوا بيه من بعد واه اوكي لا لا اي سيدي نبداو في البريباراسيون الوغ البريباراسيون باش نبداو بالليتاب الاولى هما نظفوا كعبات الكروفيت ولا الشوفريت نتاعنا باش نحيوا الراس Et surtout, j'insiste bien à ras, khatr ras معناها في الكونسنتراسيون تاع لي غو تاع لي سافور تاع الكروفيت ولا الشوفريت بالطبيعة صح دونك نحطوا الراس نتاعنا بالطبيعة في المقلة نصفوا معناها ديكورتيكي نحيوا كل قشرة تيلانية وكل سلسل ظهر نقولوا احنا نتاع كعب الكروفيت من تالي هذوما باش نقليو الراس من الاول بالبداية باش نقليو في الزبدة وزيت زيتونة باش نزيدوا عليها البصل والسفناريا اللي هما ديجا محضرينهم احنا ومقصوصين مكعبات صغار ليتاب الثالثه قبل ما نتعداو ليتاب الثالثه جوست نحب نعطي رمارك تقليه القليه معناها نقولوا احنا التقليه نتاع لي زليمون هذوما يكونوا على نار هاديه باش اول حاجه ما يتحرقليش معناها الميلون لي زانغريديون وباش ثاني حاجه تعطيني اكستراكسيون دي غو معناها تخرج لي لو ماكسيموم نتاع لي غو اللي موجودين في ليليمون هذاك اوكي لا لا دونك نتعدى كمان التقليه وركحنا الامور التقليه نتاع نمرقو لا مش نمرقو توا باه باش نقليو روس الكروفيت ايوا باه باش نقليوهم في البصل والكاروت اللي هي السفناريا توا باش نزيدو طوماط كونسنتري نتاعنا داكور باش نكملو التقليه نتاعنا اللي هي على نار هاديه راهي معناها التقليه جينيرالمون تقعد من 10 دقائق لل 15 دقيقه معناها 4 ساعة على نار هاديه باش تعطيني لي غو تصير معناها نسميوه احنا فينومين دوسموز تتخلط لي غو معناها القوه نتاع التوماط كونسنتري والقوه نتاع الشوفريت والقوه نتاع البصل كلهم يعطيونا كل ميلونج البنين باش تبدا اونكتيوز تبدا مزيانه وبنينه الور باش نزيدو تاع طوماط كونسنتري نقليوها دوبليش ونزيدو شطر مغرفه لهروس اللي قلنا عليه باش تعطينا شويه كتواز فيزا وفي البلا هذه مش باش نحطو الثوم خاطر الهروس نتاع توكال ديجا فيه الثوم اوكي لالا هو جينيرال ما احنا كي نعملوها ما غير هروس نحطو شويه ثوم سورتو مع الفرويد مار وال اما الهروس ديجا وبيان ايبيسي وما نسحقوش برشا فيها هذا ديجا مفوح وبنين الحقيقه يعطي سافور مزيان وبنين على الاخر للبلان تاعك ايفيكتيفمون دونك توا بعد ما نعملوا التقليه هذا باش نمرقوا كل لتر ونص ماء باه بعد ما نمرقوا خليوهم هذوما الكل يطيبوا 30 دقيقه مع بعضهم بعد ما يطيبوا 30 دقيقه باش نصفيوهم صفيوا ايفيكتيفمون باش نصفيو الكل جوست باش تعطيني عباره سوس معناها عباره مرقه جاريه نقولوا احنا مرقه خفيفه باش تكون هي ليجيرمون توماتي مش كم طمطمه القويه وماهيش سافا معدله ايفيكتيفمون خاطر احنا باش نزيدو الرو واضح الرو نتاعنا نزيدو بعد ما نصفيو البريباراسيون هذيك الكل علاش انا حطيت 70 غرام خاطر جينيرالمون باش تبخر شويه ماء بعد ما يقعد يتيبك على هذا البلا باش يكون ستة من الناس تخدمني ما شاء الله معناها حتى يلم عيلة خيرات ربيعي بركة بيه ها؟ الور نزيدو الرو نتاعنا ونخليوه يطيب 20 دقيقة ولا نعاودو نفكروه من اللي هو فارينة اي 70 غرام فارينة 70 غرام زبدة نجمو نعملوه كوم دو ميتو أيه. احنا علاش نحطوا الزبده مع الفارينه خاطر باش نحطوا فارينه طول باش تكعبر لنا في وسط في وسط البريباراسيون تعمل لي غرومو دونك احنا نزيدوا الزبده باش تتحل في وسط البريباراسيون ما تكعبرليش ما يمنعش لهذا تسحق معنا البريباراسيون احنا هو دو باز البيسك ليليمون دي ليزون معنا اللي باش يخليه عاقد هو يعملوه بالروز فهمتك حطوا فيه الروز اما فيو احنا معناها في
في الماكلة متاعنا والكل عايفة شوية هما جنرال مورا والبيسك كل شيء ترحمها بعضه فهمتني من ريوس الكروفيت للقشور لكل شيء يزيدوه الروز يزيدوه ليزيلي ما يرحيهم بعد يصفيه فرد مرة فهمتني احنا في قروين وبلوتو في تونس كل مانيش مانيش فرنسيس مانيش قرة برشا نعيفه انا على فكرة في الدار اني نعمل كده لا ونرحي مع بعض وما نسلق شيء الحقيقة بنينة فهمتني انا ناكل كيكة ما عنديش مشكل لما انا قلنا لهم علي دو اللي يحب معنا اللي يحب فوالا ينجموا زاد راهو يعملوا لي زون بالروز تري بيان فهمتني نفس الكونتيتي 70 غرام روز تو في الروز مفقود زاد حبينا احنا نلقاو هكا دي زاستيوس باش نسهلوا على العباد ما البرغل البرغل فيه برشا نشي يحلي وقوي البرغل قوي صحيح معناها من اللي فاهمين تاع القمح الصلب نقولوا احنا يكون قوي و ما يذوبش فيه صح ما يذوبش صحيح 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 الو قلنا نزيدو السيرو نتاعنا نحركوها بالكدا نخليوها تطيب على نار هاديه 20 دقيقه زيد نار هاديه بشكل الرو هذاك ما يلصقش ويتحرق من اللوطه كل شيء يمشي جو به وسربيوهم صحه وبشفاء تحبوا تزيدوا كعبه كروفيت من بعد بعد ما تعملوا الرو نتاعكم ديجا الكروفيت ما فيهاش روح راهي من بعد 10 دقائق تلقاها طيبه جو به تحب تزيد انت كعبات كروفيت للزينة تحب تزيد خلينا نحكيو جوست على حتى كيفاش نقدموها شيف نجمو نحطو كل ليغوت نتاع نجمو نعملو ليغوت هذوكا نجمو نعملو ديكوراسيون نجمو نعملو كريم هذيكا كريم شانتي ولا كريم ليكيد نجمو نعملوها فوتي معناها نخدموها نركضوها احنا كريم فريش تقصد كريم فريش سامحني كريم فريش نركضوها لين تولي كيما تكسور كريم شانتي تولي موسوز معناها ونعملوها نكنجلوها ونرميوها من بعد في وسط البلا تبدا سخون تبدا تتحل كلي الفلوتون تاكا عباره جزيره قاعده تذوب فهمتني زيت راهي فخره جات راني انا سيدي والله الحق انا سيدي بعد شويه معاه نتخيل فيها والله يا قلت لك يا نور عرفت بالحق شفت نجمو نعملو زادا لي كلاص سالي نجمو نعملو فيها برشا حاجات معناها ديما كريم شانتي كريم فريش نختموها ولا كريم ليكيد معناها اني ديجا تتباع في الجران سيرفاس ولا في المجازان تخدمها تمونتي عباره باش تطلع عباره كيما الكريم شانتي تولي تكستور موس تكنجلها بعد كي تجي باش تخرج البلام تاعك معناها باش تخرج السوب نتاعك ترمي فيها المغرفه هذيك تبدا تحل بشويه بشويه شهيدنا حاجة يا شيف أخرى. والله شهيدنا شهيدنا باش تعطي صبر مزيان على الاخر انا ما شاء الله هكا العباد اللي قاعده تسمع فينا اللي عنده كروفيت تخرجك الكروفيت تعرف انت محطوط في الكونجيلاتور عرفت خرجك الكروفيت صحيت وعندكم البيسك دو كروفيت حاجه ديجا احنا في رمضان سورتو من الاول ننزلوا على الحمل علوش الحمل بقري والدجاج انا نعملوا تكسيره مره في الجمعه مثلا ولا مره في العشر ايام نعملوا تكسيره شويه معناها باللي فرويد مير باللي برودوي دو مير بنينا برشا برشا والله انا بشوف المأكولات البحرية والاسماك والحاجات دي بتبقى اخف على المعدة من اللحوم خصوصا بعد الصيام يعني صحيح. تقريبا اللحمة من 6 ل 8 ساعات على ما اعتقد تقعد اكثر اكثر تمام فبتبقى اللحوم البيضة دي بتبقى وصوت معناها من نوع هذي يعني شرب من نوع هذي تكون به تغلف نقول احنا المعدة تقنع بالقدا بالقدا انا من عشاء الاسماك فانا بقول لك انا ايش عيشة فل احنا مع بعض كل الحلقة ومش هسيبك الا بعد الفطار بس ما معلومة راني انا كوجينة الدار ندخلوا لها مرة في العام في رمضان ندخل من رمضان يعني عندنا سي السيد في مصر وهنا سي امين ندخل من رمضان بيه يا جماعة احنا مش نكملوا بعد شوية الغسيت الحلوة ولكن قبل مش نرفعوا لحضراتكم اذان صلاة العصر تثبتوا رجعينا الحياة فهم تتمنى لكم رمضان مبارك على الحياة فهم غسات تكال غسات تكال يلا مكملين معاكم بعد البيسك دو كروفيت وشو نقول لكم على الاجواء هنا في الاستوديو اللي هذا يسال في شفامين انا نسيبه مروح مروح شو بدنا نحضروا البيسك زي على الحقل ميرسي بيان على الغسيت البنينه برشا 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 فما حتى مزيه نور تدلوا ديجا معناها بارمي لي بريباراسيون هذوما ما يسحقوش برشا وقت معناها فاسيل افير تنجم تعملها تحب تخليه من الصباح تحب تحضره من الصباح إذا أنت
عندك خدمه ولا انجاجمون ديجا يقعد يقعد خليه من الصباح من الصباح امنا انا لقينا الكاستيس امنا انا طيب لا تقام فدرك تجي تخدم معنا ومن بعد راح سخن ومن بعدك تروح سخن هاك الشيف شو عمل لك دي غوسيت على قياسك انت دوغين افون من الصباح وبعدك سي بون تجي البنت رمضان الحل المتين مع الشيف امين هذه هذه ما تسيش كعصرة القارس ولا كشوية الخل من بعد هذيك عادة في الأخر كشوية توزويزة لاسيديتي تخرج البوق تبنن كشوية لاسيديتي هكا في القارس سورتو في القارس العربي بتاعنا تبنن في البيسكو دو كروفيت تري بيان الوغ هذه كانت الغوسيت المالحة بتاعنا باش نمشيو للديسير و سي دي سي سي دي سي هذا اكثر بلا يعملوه نساء في الديار او بلوتو مش بلا معناها دي سي يعملوه في الديار ونهار كلهم حايرين في الروسيت وعاملين طاوله واربع كراسي اي على الديسير خاصه اي سورتو سورتو سي تشيز كيك معناها احنا تشيز كيك وما ادراك ما تشيز كيك احنا هو ديجا فما دو فامي في تشيز كيك فما اللي كويت ونون كويت معناها فما اللي يكون طايب وفما اللي احنا باش نخدموه اليوم باش نعملوه فروا افيكتيفمون مش طايب ديجا ميم با ياخذ منا 10 دقائق عشرة دقائق تبقى روحك عاملة تشيز كيك بيه يا جماعة حضروا كستيلوير عشرة دقائق تلقى روحك عاملة ديسر معلومة خويا أيوة فيكال ديجا سهلت علينا كل 10 دقائق الأخرين اللي كنا باش نزيدو اسمع باش تحل حوكة المعجون حوكة المعجون باش تلقى روحك تدريسي وتحضر معناها الدريساج هو أنك تزين في الليبيرين ولا في الكيسان وتخدم فيهم سي تشيز كيك تري بيان الو شنو نسحق اش نسحقوا في لي زانغريديون تاعنا باش نسحقوا 500 غرام فروماج فري فروماج فري راهو مش ريغوتا فهمت فروماج معناها كيما نقولوا احنا اللي نعملوا به الترتين نتاع الصباح داكور كل فروماج فري يبدا التكستور نتاعو معناها كريموس كريموس قدر ريغوتا شايحه اذا باش نعملوه بالريغوتا ريغوتا تحل وتسيب تقر الماء نتاعها تولي كيما الغوتيلا هكا وكيما كل ايفيكتيفمون الغوتيلا فريدو معناها فريدو حاجات اي ما اي فوالا ما غير ما نذكروا الاسماء الوغ فوالا هذه هو دونك 500 غرام فرماج فري باش نسحقوا 4 كعبات جوكي باش نسحقوا نذكروا الاسم خاطر معناها هو ديجا ياغورت... سافيت تركي فوالا هو جوست يعني يقولوا كل احنا ما ناكلوش برشا ياغورت الطبيعي اما شوك الطبيعي هذاك جوست يشبه التكستور هكا سبيسيال شويه الياغورت هذه نجم نعوضوه احنا بالكريم شانتي اذا احنا نحبوا حاجه حلوه معناها البريباراسيون انا حبيت ننقص من السكروزيتي من الحلاوه نتاع البرودوي خاطر نستحقوا بعد نستعملوا معجون نتاع تيكال فهمت الور لا حبيت ننقص معناها في البريباراسيون في البريباراسيون نتاع حاجه اللي فيهم السكر اذا باش نحطوا جوكي نزيدوا ساشي سكر فاني اذا مش باش نحطوا جوكي ما نحطوش معناها اذا باش نستعملوا شانتي هي كريم شانتي اذا ما نستعملوش جوكي باش نحطوا 250 غرام كريم شانتي دونك ما نحطوش السكر فاني واضح باش نقصوا من السكر معنا 250 غرام بسكوي بسكوي ناتوريل ما مش يكون بالشوكولاته ولا حتى اكل ريتهم حتى لي كوكيز يعملوا بيهم حتى لي بسكوي اللي ما طعمهم بالزبده حتى حاجات هكا احنا ديما اي حاجه تعجبك بينا مش ما فيش مشكله تنجم تعمل راو الكرامبل معناها اللي هو البريباراسيون تنجم تعمله حتى وحدك في الدار تحط فيه نواة كوكو تحط فيه لاموند ديفيلي معناها لاموند جراير احنا نقولوا كجويد أيوة. يبدا مقصوص تنجم تحط فيه النوازيت بودر تنجم تحط فيه اللي تحب انت احنا باش نشوف في حاجه هكا ناتوريل شويه باش نسهلوها اما بالنسبه اللي يحب كرامبل ينجم يحط كوكيز ينجم يعمل الكرامبل نتاعو واحد واللي هي روسيت سهله على الاخر الكرامبل راهو فارينه وزبده وعظمه ويحطه شنو يحب يزيد اموندون بودر يحط نوازيت اون بودر السافور اللي يحب حتى بيستاش كل قديرو قدروا ديما نمشيو معناها سلون كل واحد وشنو الجو اللي يحب يلقى اللي يحب يلقى به الور نرجع لرسيتنا ستاندر 250 غرام بسكوي على 250 غرام بسكوي باش نسحقوا 100 غرام زبده ولا مارغرين واضح زبده ولا مارغرين ال 100 غرام هذيك طول نقصها مكعبات نرميوها في الميكرووند خليها تذوب على روح به باش نسحقوا سي المعجون معجون فريز نتاع تشيكا به باش نعملو احنا اليوم سافور فريز اما باركونتر هما فيهم الفريز فيهم لابريكو فيهم نورمالمون
كرموس. كرموس فيهم الكرموس، فما السفرجل، عنا الفخيز، وعنا لابريكو، عنا كاسافور، كل واحد اللي يحب معناه كل واحد والسافور اللي يحب. انا مش نمشي في الفريز تو هكا خاطر اكثر نحبوه ديما اكثر قوي، يمشي حتى زاد مع التشيز كيك. شايف افكتيفمون. الو باش نبداو بريباراسيون تاعنا، باش نرحيوك البسكوي باش نزيدوها الزبده اللي ذوبناها، باش نرحيو احنا 250 غرام بسكوي، باش نزيدوها 100 غرام زبده. هذو مش خلطوهم وحدهم، دونك نحطوهم في القاع نتاع معناها الفيرين ولا الكيس اللي باش نعملو فيه. نحاولوا ننزلوا عليها نشوفوا حاجه مدوره بريسيوها افكتيفمون بريسيوها باش ما تدخلش من بعد لي بريباراسيون في وسط البسكوي هذيك يولي ندينا وتولي تضيع الجو. الو باش نخلطوا الفروماج فري بريباراسيون ذي الثانية، معنى بارتي الثانية من بريباراسيون فروماج فري جوكي ومعها سكر فاني، باش نخدموها بالميكسور نتاعنا ولا معنا بالفوي ولا احنا وشنو عنا مثلا، المهم باش نخلطوه بون فاسون باش نخدموها شوية تكسور ليكيد شوية. حبوا احنا نرخفوها شوية البريباراسيون خاطر كل فروماج فري يبدا عاقد يبدا يبس اي سورتو كي يبدا بارد، فهمتني؟ دونك احنا باش نحاولوا نخليوها معنا بريباراسيون كريموس كريموس. دونك قلنا باش نخلطوا الفروماج فري جوكي والسكر فاني حتى كشلين توصل تولي عنا تكستور كريموس. من بعد باش نحطوا معنا في كميه الفيرين نحطوا شويه معجون. بعد نعملوا المونتاج نتاعنا، شويه معجون شويه ميلانج نتاع الفروماج. تحب انت تعمل معنا بلوزور كوش ولا تحب تخليها نجم تعمل سلطه نجم تبدل، المهم تكون لي بريباراسيون نتاعنا بارده اللي هي نتاع الفروماج معنا الميلانج فروماج والبسكوي نتاعنا يكون مخلط بالزبده. فهمت. والمهم تعمل بريسي معناها تعمل سيراج للفيغين ولا للبلا اللي باش تحط فيه كها ولا نعملوها احنا كوش بكوش، كوش فريز، كوش معجون فريز تاع توكال، كوش بريباراسيون. والنجمو زادا نلعبوا على حاجه اخرى، نخلطوا المعجون بالميلونج تاع الفروماج يولي عنا سافور عباره ان سير، نقولوا احنا معناها سافور نتاع فروماج، فروماج وفريز، فروماج ابريكو، فروماج سبرجل. أنا وأنت تطور كيفاش تحب، فهمتني؟ يا حمزة والله ما عادش نتكلم أنا زي والحق والله كيفاش نعملوا تو الريقة تو لا نحضروا الفيرين نتاعنا نكملوا ركحوا معناها سونو احنا وشنو الدريساج معناها الزينة اللي نحبوها تكون. من بعد نحطوهم في الفريجيدير ونسربيوهم بعد شقان الفطر وإن شاء الله صحة وفرحة وربي يتقبل منا ومنكم. احنا قاعدين تسلم يديك الله يشفيك. لا والله انا دماغي خلاص راحت مني اصلا يعني. شفت التشيز كيك هزنا من بعد التشيز كيك والله الامريكي. لا وجاي حاجه كمان يعني الجمبري اللي هو الكورفيت اللي انتوا عليه تمام ده الجمبري ده انا اتيل الجمبري والبتاع الاخير الحلو ده ابو اسم حلو ده انا مش هسيبك فيه برضه. هذول مروحوا مع صالح. لا خلاص اليوم شو مسيبك تفرحوا بيه تفرح بيه والله ما سيبه خلاص والله ما سيبه. يلا يعطيك الصحه شيف امين، هذه هي كانت غوسيت بتاعنا شكال ان شاء الله كل يوم هكا باش تكون معانا وديما هكا منورنا ان شاء الله باللي غوسيت نتاعك المالحه والحلوه في غوسيت شكال. غوسيت شكال غوسيت شكال مازلنا متواصلين معاكم دائما بمختلف الفقرات، ديما شكال معانا منوره وايضا حاسنا بتاعنا القروي. شكر كبير مره اخرى ليوسف صدفي اللي مزين لنا استوديو بنحاسنا القروي والغناء زاد التونسي والجو الحلو. اكيد احنا متواصل معاكم في بنت رمضان بعد شويه باش نكملوا بالحكايات مع كيتي في صندوق عجب حمزه وايضا مع صلاح في هزنا لعالم الامثال الشعبيه وحكايه مصر، ولكن قالوا زين يا عم الحاله تتفيتوا عليا وراجعينا. مرحبا بالناس الكل اللي عضلت موجتها على 90 تسعة على الحياة فين بنت رمضان، مازلت متواصلة معكم حتى للخمسة متاع العشية لقيت هدايا نتلموا ونمدوا حكاية من قاع الخابية تتفيت في صندوق عجب. صندوق أعجب صندوق أعجب
لقيت هذه ديما حمزة بشيخ يعطينا حكاية مزيانة ويحطنا هكا في إطار، وحسب ما فهمت الحكاية باش تكون مقتبسة من حاجة قديمة، حاجة قريناها، حاجة عرفناها، حاجة عشنا معاها، ولكن فما باش يكون فما تصحيح قبل ما ندخل في المود متاع الغناء. ألوغ الحكاية عندها علاقة بالسيجالي لا فورمي؟ بيان سور هي عندها علاقة، لكن باش نفسروا شنو هي العلاقة بالضبط. ماشي حاجة كبيرة، ما هي حاجة صغيرة في في اسامي الشخصيات اللي في اسامي الشخصيات. هي مقتبسة قلت لي من لا سيجالي لا فورمي، من لا سيجالي لا فورمي، اما الفيرسيون تونسيان. اي فيرسيون هذه تونسية 100% اوريجينال تونسيان. ان شاء الله تعجبكم، اسمعوها، خليكم مكة شويه تشويق كل شيء شويه تشويق تري بيان. اه يا سيدي، ما فماش شكون ما سمعش حكايه الصرصار والنمله وهو صغير، اللي هي الفرزيت والنماله. كيفاش في الصيف النماله شاقيه وتعبه وتلم في عولتها، وسي الفرزيت يغني وعامل جو ولا على باله، وكيف يجي يشتاها كالفرزيت ما يلقى ما ياكل، وكان ما كانتش النماله ناس مليح معاه راهو مات بالجوع وبالشر. الحكاية هذه هي حكاية عالمية، كتبها جون دو لافونتين، واسمها بالطبيعة لا سيغالي لا فورمي، يعني الفرزيتة الساعة مش الفرزيت. أيوة الفرزيتة مؤنثة، مؤنثة. نحن في قبل نقولوا السرار والنملة، هي السرار معناها هو المذكر والنملة هي راي معناها الفرزيتة مش الفرزيت والنملة. توا نحكيه في تونس عنا حكاية كيفها وتشبلها شوية، أما ما فيهاش تقريبا نفس العبرة، هي ضامرة شوية وضحكة شوية. به قصتنا التونسية حبت تتفسرنا كيفاش الفرزيطة عاملة جو، والفار مسكين كل مهبول يجري ويجري من بلاصة لبلاصة. والعنوان هو اليوم عنوان الحكاية اسمه الفرزيطة والفار. أي سيدي، قلك الفرزيطة وصلت للعمر متاع الزواج، مشيت لأمها قلت لها يا أمي وقيت باش نلقى ولد حلال اللي ياخو بخاطري ويهنيني. فرحت أمها وزغردت عليها وقامت من حينها لمعت لها جوانحها، لبستها سياغة تهز العقل، ما نحكي لكمش أميرة على حالها. ومن حينها قعدت قدام باب الدار تستنى في ولد الحلال، هي كيكة ويتعدى بحذاها جمل. اغزر لها قالها ايش قاعدة تعمل يا فرزيتة؟ قتلوا قاعدة نستنى في ولد الحلال. بين وبين روحه هك جمل قال ما تنجم تكون كان مرتي أنا، مرأة عاقلة وتشيخني بغناها كيف نتكدر. قالها يا فرزيتة تاخونيش؟ قتلو اش تعرف تعمل أنت في حياتك؟ قالها نعرف نهز برشا حمل وصوتي قوي برشا، وعلى فازة هني مش نغني لك واسمع صوتي. هيك هو بدأ فهمتني كذا يغني، عملت هكا سكرت وذنيها وقامت تصيح، قتلو شنو هذا مخيب صوتك اذهب علي. مشي على روحه سي جمل هكاكا وثور متعدي، قرب للفرزيتة وسلم عليها قالها تحبش تاخذني؟ كيف كيف؟ قتلو شنو تعمل انتي في حياتك؟ قالها انا قوي برشا وقروني النجم نحميك بيهم وصوتي قوي، اقبل مني هالغنية. زاد نفس الحالة بدأت تصيح وتعيط هكا الفرزيتة ابعدني ما عينيش بيك كذا وكذا. وصحت عليه قتلو شنو هذا بر عليا، قرونك يرعبوني وصوتك يترشني، امشي عليا كما نقولوا. كيف كيف هكا الثور هز روحه ومشى مرجع، هي كيكة وفار بوتميرة متعدي من قدامها، شلاغمو واقفة وذيلو يشطح. حبيتو هكا الفرزيتة من أول نظرة، قالها تخونيش يا فرزيتة؟ عملت فيها خشمك الفرزيتة وقتلوا انت زادة رو باش نسألك كيبة الأخرين، قالها اسأل اللي تحب. قتلوا اش تعرف تعمل انت في حياتك؟ ما تقوليش زادة باش تغنيلي. قالها لا 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 انا راني ما نغنيش يا اخي، هو فما صوت خير من صوتك ولا احلى من صوتك يا فرزيتة؟ انا يا للا نجيب لك الزيت ونجيب لك السكر ونجيب لك الفارينة وحتى من العسل نجيبه لك من قصر سيدنا السلطان. هيك الفرزيتة ما نحكي لكمش تحب برشة مخميخ، قتلو اي اي انتي هو اللي ناخذك. اي سيدك عرسو ومشاو لدارهم، اكل فار يمشي يلوج ويجيب في المونة، والفرزيتة خدمتها الشؤون المنزلية، الطيب وتغسل وتسيق الامور هذيك الكل.
اي نهار الفار مشي لقصر السلطان باش يجيب السلطان باش يجيب العسل، والفرزيتة تغسل في الحوايج هي تفرك في الصابون ولوحه الفركين تتكسر تجي في زوز، ترخ ساقها مسكينه تلقى روحها تعوم وتغطس فيك القلته نتاع الماء، ما تعرفش تعو ولا تتصيح وتعيط، يا فار جريلي يا فار جريلي، مرتك باش تغرق مرتك باش تموت. سمع هك الفار سقيه ولات اعلى من راسه، وصل طلع اليمين طلع اليسار، ما فما حتى قشه ما فما حتى حبل باش يمنحها بيه. ايش باش يعمل؟ جاتو فكره، حط ذيله مرته كبشت فيه اللوطه وبشويه بشويه خرجها من الماء، شعل هك الفار نار كبيره باش تدفى الفرزيته فيه، وقعد مهموم ويخمم. قتلو يا فار شبيك يا اخي؟ قالها تعرفش كيفاش ما عادش نحبك جمله تتلهى بالدار، وتوا انا نتلهى بالحكايه هذوما الكل، ومن وقتها ولينا نراو الفار ديما مزروب والعبيد تجري في جرتو، ما يقف الجمله يجري ويجري نهار الكل، او نهار كل هرب كعبه فريت، نهار هرب كعبه ما نعرف شنو. كانك عارف فرزيتا من وقتها زادة هي تغني وعامله جو وحتى حد ما وكيفها. ايوه هذاك علاش صارك كي يبدا فما فار تلقى ديما يجري كي يبكى ما فيه يوضع سره في اضعف خلوه والله ولا هو يجري على كل يجري على كل فرزيته. طلع هذه الحكايه هذيك هي الحكايه والله سي بيان. انت كسرت القاعده فيها في برشا حاجات اللي ساعه غيالمون هي الفرزيته اللي خطبت صحيح يعني الخطبه التقليديه اللي الراجل يخطب المراه، هنا كسرت القاعده المراه هي اللي قدت راحت فوالا وخرجت ولدت. عايشوا امير في بيت زوجتي بالضبط امير في بيت زوجتي ان شاء الله عجبتكم بالحق ان شاء الله والله جميله وفيها مغزى جميل جدا يعني وخصوصا ده في كل النساء يعني انت رايح تغني لها هتعمل ايه بغناك يعني انا مش فاهم بالضبط هو قال لك صحيح نجيب لها الفارينه وفهمت من غير سيبها هو ديجا فهم شنو وصبتها معناها قال لها انا نجيب لك الماكله هي تحب تمخميخ كما قال فوالا فهمها قال انا نجيب لك السكر هذه فرزتها تمثل كل النساء العالم يعطيك الصحه حمزه بالشيخ هذه كانت صندوق عجب صندوق عجب صندوق عجب خليو الكلمة لقسم الأخبار مع موجز الأنباء مع زميلنا حسين وإحنا أكيد مازلنا مكملين معكم بالأجواء الرمضانية والحلوة حتى الخمسة متاع العشية. هل هلال سيدي رمضان صوت المدفع بنت رمضان بنت رمضان هكا احنا مازلنا متواصلين معكم في بنت رمضان. مرحبا بالناس كل معضلة الموجة علينا واكيد مازلنا نحكي وباش نمشيو هكا نغيروا الموجة شوية ونمشيو ندخلوا في الجو المصري. مرحبا صلاح مروخ. اهلا بك يا نور وبجد انا سعيد جدا وفرحان جدا والله ان انا موجود معكم ويعني حلقة مميزة واتمنى ان شاء الله ان انا اكون اضافة مش عبء عليكم ولا حاجة. بالعكس احنا فرحانين بيك برشا انا شايف الفرحة في عينيك فعلا والله فرحانين بيك واللي انت بحذينا وباش تقدم لنا اكيد الاضافة الوغ الفقرة متاعك باش تقدم الامثلة الشعبية. اكيد في حياتنا كلنا بنتعرض لمواقف وانا هسألكم سؤال كده بسرعة اخر مثل حد فيكم قاله لما تعرض لموقف كان انت وايه؟ انا البارح ماما قالت لي كب طنجة على فمها تطلع البنية لامها. عندها حق. وحمزة والله اخر مثل قلته شنو هو؟ هو اذا جات تجيبها سبيبه واذا مشات تقطع سلاسل. صحيح هذايا هذايا الشيف اللي مجوعنا ما عندكش هكا مثلا حاجه حتى كمقوله قلت للجميع ما تفكرش روح مقوله 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 عزيز ربي عزيز ربي عزيز ربي ديما عندنا هكا الامثله ولا مقولات ولا حاجات نقولهم صح. هي الامثال الشعبيه دي بتبقى موروث ثقافي من كل بلد لبلد يعني صحيح. واللي بيقوم بالامثال الشعبيه دي بتبقى ناس مشهود لها بالحكمه والخبره صحيح. فهو يعني مثلا لما بيحصل حدث او قصه معينه هو بياخد العصاره او بيستخلص المغزى بتاع القصه دي في ان هو يقول فيها مثل شعبي. وبتختلف طبعا الامثال الشعبيه من بلد لبلد على اختلاف ثقافتهم وممكن تلاقي مثل شعبي يعني زي اللي انا هقوله النهارده اكيد له معنى هنا في تونس لكن اللفظ في مصر بيختلف عن اللفظ في تونس لكن المعنى والمدلول بتاعنا واحد. تمام. وعلى فكره الامثال الشعبيه دي ممكن تيجي كمان بتنقد وضع اجتماعي
بطريقة فيها سخرية، بطريقة كوميدية، بتعمل إسقاط سياسي على فترة معينة من العصور، وتحس ان هي فيها نوع من البلاغة والسجع، يعني تحس ان هم يعني زي بيت شعري كده، كل شطر زي التاني بالظبط. فالنهاردة هنتكلم على مثل جميل جدا، ونشوف أصل المثل ده ايه. اسمه احنا دفنينه سوا، احنا دفنينه مع بعض. احنا بتونسي شو نقولوا؟ دفنينه مع بعضنا، دفنينه مع بعضنا ولا نعرفوا بعضنا؟ دفنينه احنا انا قلت نقولوا زاد نعرفوا بعضنا، وفما زاد شكون خاللي؟ ايوه ربي يعرف ميمونه، وميمونه تعرف ربي. المثل ده بيتقال مثلا لما بيكون حد عمل حاجه قدامي، او حد مثلا قال لي على سر معين، وجي بعد فتره حاول ان هو يقول لي حاجه عكس اللي عملها ويكذب عليا، فانا طبعا اقول له يا عم ده احنا دفنينه سوا. هو كده بقى تمام، فهمتك تمام. فالمثل ده هو ابطال القصه اتنين اصحاب، والحمد لله نصابين تمام، محتلين يعني حراميه تمام. دول ابطال القصه اتنين اصحاب وحمار وحمار عزكم الله يعني تمام. فهم الاثنين الاصحاب دول كان مشهود ان هم حراميه ونصابين بيتكسبوا فلوسهم ان هم بينصبوا وبيحتلوا على الناس تمام. وكان يقال ان هم فقراء جدا وما همش نصابين ولا محتلين، وما كانش عندهم يعني الفلوس الكافيه ان هم ياكلهم، فعلشان كده سابوا المكان اللي هم فيه ومشيهم. لكن انا من رايي يعني من رايي المتواضع ان هم نصابين، عشان اللي هيعملوه بعد كده ما يعملوش الا ناس حراميه ونصابين بصراحه تمام. فهم كان يعني اهل القريه من كتر ما الناس دي كانت بتنصب وبتعمل اعمال فيها من السرقات والنصب، فهم طردوهم يعني خلاص اتغاظوا منهم وعاوزين يمشوهم من القريه اللي هم فيها. فكان واحد اسمه نائل اللئيم، حتى من اسمه باين عليه المكر والخبز، والتاني اسمه عطيه ابو المفاهيم. نائل اللئيم وعطيه ابو المفاهيم، حتى اسمائهم فيها ما شاء الله مثل اهي لوحده. والحمار فهم قالوا لازم نسيب القريه اللي احنا فيها دي ونروح مكان تاني، علشان خاطر الناس اللي في القريه اللي احنا فيها دي خلاص عرفونا، وطالما عرفونا هيتعبونا في حياتنا ويقرفونا، فاحنا احسن حاجه هناخد الحمار الجميل بتاعنا ده تمام. وبس قبل ما يمشوا يعملوا عمليه بسيطه كده، سرقوا شويه فلوس وشويه ذهب من الناس وشويه اكل وشرب، وخدوا بعضه ايه ومشوا. فقالوا نروح فين؟ قالوا في قريه معينه بعيده عن القريه اللي احنا فيها دي، نروح عند القريه دي. والقريه دي معروف ان اهلها ناس طيبين جدا، وفيهم يعني الطيابه وصلت لحد السذاجه، ان هم يعني من كتر الطيبه والكرم خلاص تقول لهم اي حاجه يصدقوها تمام. فالمهم هم ماشيين، مشوا مسافه كبيره جدا جدا، والاكل والشرب اللي معاهم خلص، ومن كتر ما هم كانوا يعني فيهم نوع من القسوه كمان، ما كانوش بياكلوا الحمار، وخدوا الحمار بتاعهم، وكانوا هم الاثنين راكبين على الحمار، يعني حتى من الرحمه بتاعتهم كانوا راكبين عليه فتعبوه، يعني المفروض واحد يركب والتاني يبدل شويه وكده، لحد ما الحمار فطس مات منهم. يعني جم عند حدود البلد القريه اللي هم رايحينها، الحمار مات منهم. فالمهم قالوا طب احنا هنعمل ايه؟ فقالوا اسلم حل ان احنا نسيب الحمار ده ونمشي ونروح القريه دي، نحاول ان احنا نمارس شغلنا القديم في القريه اللي احنا كنا فيها، وننصب على الناس وناخد فلوس. ما غير الحمار معنا. لا ما الحمار مات بقى، ده الحمار ده هو اساسا بطل القصه اللي احنا بنقول عليها. المهم فقام جاي نائل، قام جاي قايل له ايه؟ نائل اللئيم ده بقى قام جاي قايل لصديقه عطيه، ايه رايك الحمار ده تعب معانا جدا وصبر معانا جدا وانا حزين عليه جدا، فايه رايك ندفن نحفر الحمار ده حفره كبيره وندفنه وبعدين نمشي. قال له يا عم احنا عندنا شويه صحه، خلي الصحه اللي عندنا يا دوب نمشي على رجلينا لحد ما نوصل القريه الثانيه علشان ما نتعبش. قال له اسمعني بس، ان جت لي فكره حلوه. قال له ايه؟ قال له تبعني زي ما بتقولوا باللهجه التونسيه. قال له خلي امشي ورايا وانت هتكسب. قال له يا عم اديني ماشي وراك يعني اما نشوف. فالمهم حفروا حفره وردمهم، قالوا الحمار ده بعد كده هنسموه اسمه ايه؟ ابو الصبر. ابو الصبر، ابو الصبر، لانه صبر معانا كتير جدا تمام. على قليله هم شافوا بيه معناه، شافوا المزيه اللي عملها تمام. وقالوا الحمار ده بعد كده هو هيكون مصدر الثروه بتاعتنا. المهم حفروا حفره وردموا الحمار وعملوا سور صغير كده من الطين. عن حسن نيه هم معناه، هيك حبوا يكرموه انه دفنوه هكا ولا لا؟ ده ما هو عطيه كان فاكرها عن حسن نيه، لكن نائل كان في دماغه حاجه تانية خالص. انت هتشوف المصيبه اللي هيعملوها بعد يا كده. يا لطيف. المهم حفروا حفره وردموا الحمار، وقاموا جايين عاملين كده يعني حوالين الحفره اللي هم فيها بنيين سور صغير كده من الطين والطوب تمام. واول ما نائل قال له لو لمحت حد او شفت حد جاي من بعيد ابكي
ابكي بصوت عالي واصرخ. قال له ليه؟ قال له بس اسمع كلام. فلقوا واحده بنتي جايه من القريه وماشيه راح تملى ميه او تعمل اي حاجه، فقعدوا هما الاثنين يبكوا لا اله الا الله ابو الصبر حبيب الله، لا اله الا الله ابو الصبر حبيب الله، والتاني يجيب رمل ويحط على راسه. أيوة. يا السين السوداء ايه ده يا ابني. فالمهم راحت البنت بتبكوا ليه ومالكم؟ قالوا لها والله ده كان ولي من اولياء الله الصالحين في قريه بعيده عن هنا، ولما مات وصانا ان احنا ندفنه عند القريه بتاعتكم علشان عارف ان القريه بتاعتكم كل اهلها من اهل الجنه. رده لي تمام. فده عم ابو الصبر ولي من اولياء الله الصالحين. وقام جاي رايح لصاحبه قال له احنا باين هتفتح لنا ابواب الخير، اوعى تجيب سيره لحد. فطبعا كانوا ميتين من الجوع. فالبنت راحت ايه بقى هناك حكت الحكايه طبعا لاهل القريه كلهم، وبعدها بشويه جابت لهم طبق فيه كل ملذ وطبع، أكل وفواكه وشرب وكل حاجة. المهم كلهم وشربهم وعملوا كل حاجة. فجم أهل القرية قالوا لهم إيه الحكاية؟ قالوا لهم إن كان عندنا ولي من أولياء الله الصالحين اسمه أبو الصبر، ولما مات دفناه هنا، والراجل ده مبروك جدا ويقدر يحل لكم كل مشاكلكم، تتبركوا بيه. قالوا لهم بجد؟ ما الناس طيبين بقى وسوزك. قالوا لهم والله بس هو كان الشرط بتاعه قبل ما يموت توصل إن هو يتعمل له مقام كبير تمام، ويتعمل له صور يعني ما فيش بعد كده، يعني كأنه والي بجد. فالناس طبعا لموا من بعض الفلوس وعملوا له صور كبير وعملوا له مقام كبير، والخبر الكرة اللي جنبهم كلها سمعوا عن الخبر بدأوا يجيله. إلا عليه نادر عم أبو الصبر يوم جاي مديله نادر اللي عايزه تتجوز، والنبي يا عم ابو الصبر عايزه تتجوز عمل فيها بتاع مش عارف الشيخه مين اللي قلب الحبيب بقى ابو الصبر زع صيته يعني خلاص. أيوة. بدا يجي لهم هم ياخدوا فلوس وياخدوا اكل وياخدوا دهب، واللي يجي مثلا يقول له انت عاوز ايه؟ يقول له والله انا عاوز مثلا ابني يشتغل او ابني. أيوة. يخدم. يقول له ادعي ويسيب حاجه ايه لعمك ابو الصبر. اللي يجي يسيب اكل، اللي يجي يسيب فلوس، لحد ما الناس دي بقوا من الاغنياء جدا جدا جدا، وجمعوا فتره قصيره فلوس كتير جدا. فقام جاي نائل اللي هو اللئيم ده قال له عطيه اسمعني. قال له نعم. قال له احنا بقالنا فتره هنا وربنا فتحها علينا، شفت انت لما مشيت ورايا ربنا كرمنا اهو، انا هاخد شويه فلوس واروح البلد عندنا ودي الاهل شويه فلوس وارجع لك بعد اسبوع او 10 ايام، واللي يجي نقسمه بالنص ما بيني انا وانت. فالمهم المعلم راح بعد 10 ايام ما جاش، اسبوعين ما جاش، 3 اسابيع ما جاش. ليه صاحبه اللي هو صاحبه اللي راح يودي الفلوس لاهله. أيوة. بعد ما قال له هرجع لك بعد اسبوع و10 ايام قعد اكثر من شهر. أيوة. فطبعا رجع له بعد شهر، فنائل طبعا فرحان يعني الشهر سايبه اكيد بقى ربنا كرمهم بفلوس كتير واعطيات كتير. أيوة. فرجع ما شاء الله نائل رجع من البلد من كتر العز اللي بنى عليه واكل بقى اهل الدار عندهم وكل حاجه، رجع ما شاء الله سمين ووشه احمر وراجع فرحان وكل حاجه. فراح يا عطيه بنفس الاسلوب كده قال له لا، قال له انا مسافر بقالي شهر. قال له فين نصيبي؟ قال له ده الحال واقف والدنيا مش ماشيه يا نائل يا اخويا. قال له ليه اللي حصل؟ قال له تقريبا انت لما مشيت خدت بركه سيد ابو الصبر معاك. قال له سيدك مين يا حبيبي؟ ليه انت فاكر تحت القبه شيخ؟ قال له ما هو ده على فكره تحت القبه شيخ ده مثل كمان تمام. قال له انت ما تعرفش ان سيد ابو الصبر سره باتع ولا ايه؟ ده له كرامات كبيره. قال له من الاخر فين الفلوس اللي انا قلت لك هنقسمها لما اجي؟ قال له رحمه سيد ابو الصبر مفيش. قال له رحمه مين يا ابني؟ ده احنا دفنينه سوا حرام عليك. فدي كانت قصه المثل بتاع ده احنا دفنينه سوا، يعني انت عملت حاجه وانا عملت حاجه وجيت بعد كده تحلفنا برحمه الحمار. ليه هي حد صدق هو كذب كذبه وصدقها؟ مش هو يعني اللي كمان ده تكسبوا من وراها. وتكسبوا من وراها كمان. بعدها بفتره بقى يعني تعاركوا مع بعض واختلفوا، فما حد يعني في حد سمعهم راح وصل للقريه. طبعا جم اتعجنوا العجنه المظبوطه، خدوا الطريحه يعني. ايوه يستاهلوا هذا. واتحفر على سيدنا ابو الصبر اللي هو الوالي، ولقوا الهيكل بتاعه حمار. سر الحكايه صلاح موجوده في مصر حقيقيه، هي مش اسطوره. لا هي حكايه حقيقيه وفي بلد عربيه من غير ما اسمي بقى. ايه فهمت، موجوده مع البلاد واتعملت الحكايه وصارت وابو الصبر واتعملت. ف يعني احنا دافنينه سوا ده بقى ده جا المثل بتاع لما بيكون انت عامل حاجه وانا مغطي وداريت عليك فيها، زي شفت اللي بقول لك ما شافهمش هم بيسرقوا، ما شافهم هم بيتقسموا. يعني طول احنا طول الفتره دي واحنا مع بعض حلوين، اول ما جم اتخانقوا مع بعض
خلاص ظهر كل حاجة. فدي كانت ده كان سر أصل المثل بتاع احنا دفنينه سوا. فإن شاء الله أنا بقول لكم أنتوا التلاتة كده احنا دفنينه سوا. وبعد مش هسيبك برضو بعد الشيف بتاعنا. مش هيسيبك يعطيك الصحة. وكل سنة وللسادة المستمعين طيبين وأنتوا طيبين وبخير وسعادة يا رب. يعطيك الصحة صلاح هكا عيشنا بالحق بالحق تصورتوها مشيت أنا كغير معروف في الصحراء وفي القرية ومع الحمار ومع الجماعة واللئيم والفهيم والحاجات الكل. يعطيك الصحة بالحق صلاح على الحكاية المزيانة اللي أحكيتها. يظهري هكا وصلنا لنهاية حلقتنا وتشنشينتنا لليوم. قلنا نعود علي قلك علي اسمه بالكيف والكيف بلا جنحين لخلقه ربي ولا صنعته يدي. يبدأ الحرف اللي قلنا بالكيف اللي هو الكذب. الكذب واللطف علينا من الكذب او كلها اليوم اللي ذول الحلقه امور جين عرفت. كنت هقولها والنبي اسمعني بس انت مش مصدقني. كنت هقولها بس انا سري باتع. نحن دفنينه سوا يا حبيبي. لا هذه هو هذه الاجابه. يعطيك الصحه حمزه. يسعدنا جدا انه ديما هكا نكونوا بحذاكم. ساعه شكر كبير للليكيب التكنيك اللي كانت معاكم اليوم. بربي شكر كبير برشا 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 لزميلتنا انس اللي دائما واقفه على البلاتو وفي الشيف دو بلاتو في لومبلاسمون في الديكوراسيون في الحاجات المزيانه الكل. مشكوره جدا انس زميلنا زاد احمد زميلنا شاكر زميلنا سهيل امين وايضا الزميله العزيزه الرقيقه الجميله جدا امنه بوخيت اللي دائما معنا. ايضا شكر كبير لكم الكل شفا من الرماح اللي الحقيقه اليوم جوعتنا. هذه الحقيقه حاجه ايجابيه اللي انت عطيت راسك بنينا برشا برشا وان شاء الله ديما هكا معانا. ان شاء الله جاي خير وان شاء الله شاي طيبه للناس كل وان شاء الله رمضانكم مبروك ونتقابلوا ان شاء الله كل يوم في الوقت هذا كل نهار مع دبارة جديدة مع رسالة جديدة وإن شاء الله كل يوم في مكان به إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله صلاح يعطيك الصحة اليوم كان لك أول نهار إن شاء الله باش تبدأ ديما معنا في بنت رمضان إن شاء الله حاجة تسعدني إن شاء الله ونقدم إضافة جميلة إن شاء الله. إن شاء الله حمزة يعطيك الصحة. أنت عادة كيما كل يوم مدللنا بالحكايات وبالموزيكا أكيد هذايا ما نستغربوش. مشكور جدا 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 ديما إن شاء الله معنا. ألوغ مشكورة شكا للي دائما مأمنتنا الحصة باللي برودوي وبالبنة وبالصحة إن شاء الله يا ربي تفطروا وتصوموا بالصحة وإن شاء الله يا ربي رمضانكم ديما مبروك وإن شاء الله ديما ندخلوا عليكم بالبهجة وبالفرحة. كنت معكم نور البيجي من قدام الميكرو. إن شاء الله غدوة نتلقاو معكم في نفس التوقيت. ما بقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله شهية طيبة وتصبحوا على ألف خير. يا اللي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى.